بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل فترة نزلت تصميم دمج صورتين يعني بصورة واحدة لكثرة الطلبات حول درس حول هذا التصميم. اليوم إن شاء الله راح أشرح طريقة سهلة وسريعة كيف يدعم هذا التصميم. بالأول نحتاج حتى نبدأ التصميم نحتاج صورة وخلفية. طبعا هذه الخلفيات جاهزة، ممكن تبحثون جوجل عن خلفيات بحجم كبير أو بصيغة HD. والصورة الأولى ممكن صورتكم الشخصية أو صورة فنانين أو مغنيين أو صورة أحد الأصدقاء. حتى نبدأ بالعمل أول شيء نقص الخلفية عن الصورة الأولى بأداة البنتو. تعلمنا عليها بالدرس السابق. نحدد أماكن أطراف الصورة حتى نقصها. أول شيء نقوم بالتقريب بالضغط على Ctrl وعلامة الزائد Ctrl زائد. نبدي مثلا نقص الصورة من هذا المكان. إذا حبينا الأرضية تكون بتصميم ممكن نقرب الصورة أكثر حتى القص يكون بشكل أوضح. نبدأ نقص الصورة لحد ما ننتهي. بعد ما وصلنا للمكان الأخير اللي حابين نكمل من عند القص، مثلا راح أبقي هذه الأرضية بالتصميم النهائي. نكمل قص الصورة، نصغرها الآن. تلاحظون ان يمين الماوس ميك سيلكشن القيمة 0. تلاحظون ان التصميم حددت في السيارة الشخصية. بعدها نضغط Ctrl Shift I وزر Delete. طبعا ممكن عن طريق اللاير Duplicate Layer. اوكي، ضعفنا الطبقة. نخفي الطبقة الثانية ونقرب الصورة أكثر على الشعر حتى نقصها بشكل أحلى عن طريق أداة الماجيك تول. نحدد الشعر مثلا، نقلل منها، نقلل الأماكن اللي نريدها تكون ظاهرة. ريفاين إيديت سمارت ريديوس، ممكن نكثر شوية. تلاحظون الشعر صار بشكل أحلى. Ctrl Shift I، نفتح الطبقة الثانية الماوس من الطبقة الأصلية، نمسح المكان. تلاحظون الطريقة سهلة، تنقص الشعر بشكل جيد. ندمج الطبقتين. بعدها Ctrl A نحدد الصورة، Ctrl C نسخ، نفتح عمل جديد. عمل جديد نخليه مثلا مساحة 1200 قوة الدفاع، سوري 1200 قوة الدفاع. Ctrl V لصق الصورة، نصغرها عن طريق Ctrl D نصغر الصورة لنكون حافظ الصورة. بعدها ناخذ الصورة الخلفية Ctrl A Ctrl A، نجي هنا نخفي هذه الطبقة Ctrl Ctrl V لصق الصورة، نرجع الطبقة الأولى. تلاحظون عندنا صارت خلفية، ممكن هذه الخلفية نرفعها أكثر شوي أكثر مثلا.
بعدها نحاول ندمج الصورة عن طريق مسح الخلفية من الصورة الأولى. طيب الأداة الـ Eraser Tool مساحة بشكل ناعم حجم كبير شوية نقرب الصورة. نمسح الحواف حتى تكون بشكل متاخد مع بعض. نفس الشيء للجهة الثانية. هتكون بشكل متاخد مع بعض. كصورة وخلفية صار عندنا الشكل النهائي. نفتح طبقة جديدة Ctrl Shift N Layer جديد Image Apply Image okay. صارت عندنا هذه الصورة الخلفية والصورة الأمامية. نضاعف هذه الصورة مرة ثانية أو Ctrl A Ctrl C نسخ وفتحها بعمل جديد. نطبق عليها هذا التأثير عن طريق Image Adjustment HDR Tone Yes. نختار هذا التأثير هذا أوكي. نمسح هذه الصورة نرجع على العمل الأصلي. نحول الطبقة إلى لون أسود أبيض عن طريق Ctrl Shift U. من المود الخاص بالصورة نحولها إلى Soft Light. صارت تلاحظون عندنا الألوان أحلى وأقوى. نفتح مرة ثانية طبقة جديدة ونضيف الـ Apply Image. نكرر هذه الطبقة عن طريق Ctrl J أو الـ Layer Duplicate Layer. الآن نضيف تأثير على الشكل وعلى الصورة الأرضية أداة الـ Burn Tool. نحولها إلى Shadow وهنا القيمة إلى 15 أو 10 حجم أكبر. هذه الأداة تضيف الظل في الصورة. مثلا هنا عندنا ظلال قوي أكثر شوية. إطارات السيارة على اللون الأسود هذا الأسود هذه الأماكن تكون منتوجة مع بعض أكثر. هذا الوجه نفس الشيء بشكل المساحة تكون بشكل أصغر. اختار بعدها الأداة الثانية دودج تو. هاي أداة تضيف إضاءة أكثر للصورة. نفس الشيء على الأماكن اللي فيها إضاءة. بعدها نطبق طبقة جديدة. نفتح طبقة جديدة و image apply image. نضيف على هذه الطبقة تأثير عن طريق image adjustment verifications. يكون عندنا إضاءة أفضل. هذه الإضاءة نضيف المكتب. تلاحظون الصورة تغيرت الألوان. كل الصورة صارت بلون واحد تقريبا. نضيف إضاءة للصورة أكثر Ctrl Shift N طبقة جديدة ومساحة ذات البرش تول بشكل ناعم حجم هذا الشكل مناسب لون أبيض.
مثلا نضيف الرائق بهذا الشكل هنا. هذا الأداة المنحنى نفس الشكل ناعم، نزيل الأماكن غير مطلوبة. بعدها نفتح طبقة جديدة، نطبق الصورة مرة ثانية، Apply Image، نكرر هذه الطبقة عن طريق الـ Ctrl J، نضيف فلتر Sharpen Unsharp Mask. هذا الفلتر هو لتوضيح الصورة، هذا الفلتر هذه الصورة قبل التوضيح وهذه بعد التوضيح. اوكي، نحول الصورة الى Ctrl Shift U الى اسود ابيض، ونقلل النسبة هنا الى 20. الصورة زادت والالوان صارت بشكل احلى، الباقي مجرد اضافة كتابة ويكون التصميم بهذا الشكل كامل. وبهذه المرحلة وصلنا إلى نهاية الدرس، إن شاء الله الدرس يعجبكم، وبانتظار تطبيقاتكم بصور مختلفة، إذا حابين تعرضوها ممكن ترسلوها لنا عن طريق الصفحة إضافتها إلى البيج، وإلى اللقاء بدرس قادم إن شاء الله.